خلاص يا صديقي، نتيجة المرحلة الأولى وكمان المرحلة الثانية وكمان تقليل الاغتراب أصبحت معروفة، وطلاب المرحلة الثالثة خلاص قربت تعرف كمان الكليات بتاعتها. وهنا يا صديقي بيبدأ يظهر بقى سؤال مهم جدا، ألا وهو التقديم للكليات يا طارق. هيبدأ إمتى تقديم الكليات وإيه الأوراق المطلوبة مني عشان أقدم للكلية؟ فأنا جاي لك النهاردة صديقي بكل حاجة هتحتاجها عشان تقدر تقدم للكلية بتاعتك بالتفاصيل المهمة، وعشان تروح تخلص حاجتك كلها مرة واحدة ما تروحش ويرجعوك تاني. فلو عايزين تعرفوا اكتر عن مواعيد التقديم للكليات والاوراق المطلوبة للتقديم على الكليات يبقى لازم 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 تتابع الحلقة دي للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش على اللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخلونا يلا صديقي ما نضيعش وقت ونبدأ كلامنا على طول عن الأوراق المطلوبة منك في التقديم للكليات. رقم واحد يا صديقي هي بطاقة الترشيح بتاعتك، ودي الورقة اللي بتظهر لك في الآخر على موقع التنسيق لما بتعرف إن شاء الله الكلية بتاعتك بشكل نهائي، اللي بيبقى فيها باركود فوق وبيبقى فيها اسمك ودرجتك والكلية اللي انت دخلتها. بطاقة الترشيح ده صديقي عايزك تصورها اكتر من نسخة، وهتلاقي اغلب الحاجات اللي اكلمك عنها في حلقة النهاردة بقولك صورها اكتر من نسخة، لان الاوراق دي عددها بيختلف من كلية للتانية، وفي كليات بتسوء الرخامة او الموظف بيبقى مخنوق فبيحب يقدر الطالب. فمن الاخر عايزك تصور كل حاجة اكتر من نسخة عشان لو طلب منك اي حاجة تطلعها له يا صديقي وما يرجعكش تاني. وبطاقة الترشيح بالذات من الحاجات اللي لازم تصورها اكتر من نسخة، لانك اول حاجة هتحتاجها وانت بتقدم تحط نسخة منها في ورق التقديم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، وكمان هتحتاج منها نسخة في الكشف الطبي بتاعك. وبالمناسبة لو عايزين حلقة كاملة عن الكشف الطبي انزلوا اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولو لقيت في عدد كبير عايز فيديو عن الكشف الطبي والورق المطلوب فيه والمواعيد بتاعته من عناية الاثنين يا صديقي هعملها لك على طول. وكمان يا صديقي بتحتاج بطاقة الترشيح دي وانت داخل الكلية على الاقل في الترم الاول، لان بكل بساطة مش اول ما تدخل الكلية بتاعتك هيجي لك الكارنيه بتاعك. الكارنيه بتاعك يا صديقي بيتأخر حوالي ترم، بيجي لك في اواخر الترم الاول، فعشان تدخل وتخرج لو الامن بتاعك رخم لازم يبقى معاك بطاقة الترشيح عشان توريه الورقة دي فيعرف ان انت طالب موجود هنا في الكليه. صدق او لا تصدق انا اتخرجت ولسه لغايه دلوقتي والله العظيم بطاقه الترشيح بتاعتي موجوده في المحفظه، فشوف انا كنت محافظ عليها قد ايه، عايزك تحافظ عليها كده. واهم حاجه صديقي وانت بتقدم تكون بطاقه الترشيح اللي موديها لهم حديثه. ساعات الموظف بتاع الشؤون بيحب يرخم كده على الطلاب فيقول لهم لا الورقه دي مطبوعه بقالها يومين، انا عايزها حديثه النهارده، ما يمكن اتغيرت سبحان الله، فخده على قد عقله. وانت رايح تقدم يا صديقي اطبعها وانت رايح. ونصيحه مني اي حاجه اكلمك عنها النهارده محتاجه تصوير او طباعه اعملها في المكتبه اللي جنب بيتك او قريب منك، بلاش تروح تعملها جنب الجامعه لان المكتبات والحاجات اللي بتبقى قريبه من الجامعه للاسف بتستغل الطلاب. عارفه ان الطالب ده جاي من بعيد وان انا المكتبه الوحيده الموجوده هنا، فلو الصوره دي هعملها بجنيه لا هعملها له هو بقى ب2 جنيه وب5 جنيه كمان. يعني ايام الرخص يا صديقي من 5 سنين انا طبعت بطاقه الترشيح بتاعتي نسخه واحده ب5 جنيه او ب10 جنيه من المكتبه جنب الكليه، فتخيل دلوقتي هيعملوا فيك ايه. فاسمع نصيحتي يا صديقي لان كل الكلام اللي بقوله لك النهارده نصيحه من اخ كبير، وما تعديش اي حاجه لان كل التفاصيل اللي هقولها مهمه. تاني حاجه صديقي تاخدها معاك هي اصل شهاده الثانويه العامه، وبرده صديقي تصورها اكتر من نسخه، على الاقل صديقي نسختين، لان في الغالب بتبقى اقل حاجه بيطلبوها بتبقى نسختين يتحطوا في الملف بتاعك. وطبعا زي ما قلت لك صور اكتر من نسخه زياده الخير خيرين عشان ما حدش يرجعك تاني، ممكن حد يطلب منك 3 نسخ ما تضمنش. تالت حاجة يا صديقي هتطلب منك هي اصل شهادة الميلاد بتاعتك، ولازم يا صديقي تكون شهادة الميلاد دي حديثة، لان الشهادات القديمة شوية صديقي ما فيهاش حاجة اسمها الرقم الثلاثي، الرقم الثلاثي ده موجود في الشهادات الحديثة، فيمكن عشان خلاص فرق بيني وبين الجيل بتاعكم 5 سنين يمكن انتوا كلكم اصلا شهاداتكم تبقى حديثة، فحط شهادة الميلاد بتاعتك وتأكد ان فيها الرقم الثلاثي ده. لو ما لقيتش الرقم الثلاثي يبقى لازم يا صديقي تروح دلوقتي تطلع شهادة ميلاد حديثة، وطبعا مش هوصيك خلاص انت اتعودت هتصورها اكتر من نسخه. رقم 4 صديقي هتصور البطاقه الشخصيه بتاعتك اكتر من نسخه برضه. ورقم 5 ده مش بيتطلب في كل الكليات ومش في كل الجامعات، ساعات وساعات، وهي تصور برضه بطاقه ولي الامر بتاعك، وساعات برضه في بعض الكليات بيطلبهم بطاقه الام كمان. يبقى انت دلوقتي ممكن تاخدهم ما حدش يطلبهم منك اصلا، ما حدش يقول لك فين بطاقه باباك ولا بطاقه مامتك، ما حدش يطلبهم. وفي بعض الكليات ممكن تطلب بطاقه باباك بس، وفي بعض الكليات تطلب باباك ومامتك، فاحنا بص هنجيب لهم لبن العصفور، احنا مش عايزين نرجع تاني. فاللي هم عايزين يديه لهم يبقى انت معاك صور لبطاقتك وصور لبطاقه باباك وصور لبطاقه مامتك، بحيث ان هو هيطلب منك اي حاجه هتطلعها له. عارف انت المشهد بتاع عسل اسود لما كان احمد حلمي يروح كل شويه للموظف فيطلب منه حاجه بعيده فيروح يجيبها من المدرسه يروح يجيبها مش عارف ايه، ده صدقني اللي بيحصل.
فانت دلوقتي هو عايز 30 نسخه تطلع له 30 نسخه على طول، ما يرجعكش يا صديقي، لان انت مش هتروح تلاقي هناك واقف 5 6، ده انت هتروح هناك تلاقي 100 و200 واحد واقفين في الطابور. فاسمع كلام واحد جرب وسنه قريب من سنك وفاهم الدنيا، الله يرضى عليك، صدقني هترجع تدعي لي على كل حاجه بقولها لك في حلقه النهارده، ولما هتروح تقدم هتفهم ليه. رقم 6 يا صديقي هي الصور الشخصيه بتاعتك. لازم الصور يا صديقي اللي انت هتروح تصورها دي يكون مقاسها 4 في 6، وتكون الخلفيه بتاعتها خلفيه بيضه، وتكتب على كل صوره، على كل صوره مش صوره واحده، على كل الصور اسمك رباعي من تحت، سواء تكتبه بقى بقلم جاف او هتقول للاستوديو، والاستوديوهات بتبقى عارفه ان ده تقديم للكليات فبيكتبوا لك اسمك بالكمبيوتر تحت كده اسمك رباعي. انا مثلا انا اكتب طارق صادق محمد الصايغ، اكتب كده الاسم رباعي، انا بقول اسم رباعي بجد ليه؟ طب ما كنت الف اي اسم، ما علينا، هتحطه تحت الصوره بتاعتك. وبحد ادنى صديقي يبقى معاك 8 صور، لان بعض الكليات بتطلب 6 صور وبعض الكليات بتطلب 8 صور، غير ان انت طبعا هتحتاج الصور دي في حاجات تانية زي مثلا السكن الجامعي. فزي ما بقول لك دايما خد من كل حاجه نسخ كتير، فالصور بالذات اقل حاجه 8 صور عشان ممكن يطلبوا منك 6 او يطلبوا منك 8. وخلي بالك يا صديقي ما تغلطش غلطتي، حاول ان صورتك اللي انت هتقدمها تكون صوره حلوه، لان الصوره دي ببساطه اللي هتتحط لك في الكارنيه بتاع الكليه، فما تغلطش غلطتي. يعني انت زي ما انت شايف كده، يعني بص انا ندمان ندم عمري على الصوره دي والله العظيم، هي مش باينه بس الصوره سيئه جدا جدا يا صديقي، ندمان لغايه النهارده، انا خلاص اتخرجت ولسه ندمان ان دي الصوره اللي انا حاططها في البتاع بتاعي علشان تجي لي في الكارنيه بتاعي تفضل ملازمانه 4 سنين. فبالله عليك ما تغلطش غلطتي، اتصور انضف صوره في حياتك هي الصوره دي عشان تحط لك في الكارنيه، وانت رايح توريها للدكتور، وانت رايح توريها لزمايلك، وانت رايح توريها للامن، دي الصوره اللي هم يشوفوها، ده الشكل اللي هم شوف الحمد لله. رقم 7 صديقي دي للولاد بس مش للبنات، وهي حاجه اسمها استماره 2 جند واستماره 6 جند، ودي للشباب عشان احنا بيبقى عندنا جيش، او حتى لو انت وحيد زي ما لكش اخوات صبيان برضه هتطلعها صديقي. وخلي بالك ممكن تروح تلاقي مثلا يقول لك لا انت ليك 2 جند بس ما لكش 6 جند، ما تقلقش خالص لان الموضوع مرتبط شويه بالسن، ممكن يكون سنك لسه ما يجيبش انك تطلع 6 جند. ما تقولش لا ده طارق مأكد لي ان لازم 2 جند و6 جند، ده انا محتاجها، ده انا هموت فيها، ده مش عارف. لا عادي، لو هو لقيته قال لك سنك مش مناسب دلوقتي خد واحده بس من الاثنين، عادي جدا والموضوع طبيعي وبيحصل وحصلت معايا، بتطلعها يا صديقي من اقرب مديريه امن او مركز شرطه ليك. وعلى ايامي افتكر ان انا طلعت ال2 جند من مركز الشرطه، لكن ال6 جند قال لي اروح مديريه الامن في دمياط اطلعها من هناك، فشوف برده في اقرب مركز ليك اسال هناك كويس. طب يا طارق انا بخاف حتى امشي قدام مركز الشرطه مش بس ادخله، او انا مثلا مش فاضي، او انا مسافر بصيف، هل خلاص كده هفضل مستني لما ارجع؟ لا يا صديقي، ممكن تودي خالك عمك اخوك اي حد قريبك، يروح بس بالبطاقة الشخصية بتاعتك أو شهادة ميلادك وياخد معاه فلوس. من حوالي سنة كان حوالي 20 جنيه، ممكن دلوقتي تبقى 50 جنيه، فياخد معاه 50 جنيه وهيخلص الموضوع كله. يعني شوف بقول لك كل حاجة بالأرقام بالفلوس بكل حاجة، وتعبان وحران وأنا بصور لك وأنت مش مقدرني بلايك، انزل يا صديقي دلوقتي اعمل لي لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو ده مع أصحابك المهتمين بالتقديم للكليات، ادعمني كده، ادعمني عشان أتشجع وأكمل. تامن حاجة صديقي بالنسبة للكليات اللي ليها اختبار قدرات، زي مثلا كلية فنون تطبيقية، بتاخد معاك يا صديقي صورة من إثبات القبول إنك اتقبلت في اختبارات قدرات الكلية دي. ورقم 9 صديقي بتكون مصاريف الكلية، عشان تقدم للكلية لازم تدفع المصاريف بتاعتها، ودي يا صديقي بتكون عن طريق الفيزا، دلوقتي الدفع كله بيبقى عن طريق الفيزا، وينفع فيزا والدك والدتك اخوك جارك اي فيزا، مش لازم فيزا معينة، بس انا دايما بنصح بالفيزا بتاعت ميزة، اللي هي الفيزا دي يا صديقي الفيزا دي بتبقى جاية من ميزة، الفيزا دي بتطلع ببلاش من البنك الاهلي، ما بتدفعش فيها اي مصاريف، انصحك انك تجيبها وتقوم حاطط فيها الفلوس بتاعتك بس بالعدد، ما تزودش وما تنقصش. اصل تخيل معايا انك خدت مثلا فيزا والدك وفيها المرتب بتاعه مثلا، وقعتها، يبقى توقع فيزا فيها 1000 جنيه ولا توقع فيزا فيها 5 6000 جنيه، ويمكن اكتر، ويمكن الموظف يتلخبط بدل ما يسحب 1000 يسحب 2000، فاحسن حاجه تجيب الفيزا تحط فيها ال1000 جنيه ولا ال1200 جنيه اللي انت محتاجهم وتروح تدفع بيها وخلاص. بس برضه يا صديقي عايزك وانت رايح تاخد برضه معاك فلوس كاش، لان هتلاقيهم بيقول لك ان في حاجه اسمها الطوابع بتجيبها من الخزنه في الكليه، ودي بتدفع كاش، خد معاك 300 400 جنيه احتياطي، والحوار كله ممكن يبقى ب 70 جنيه 60 جنيه بس خد معاك فلوس بزياده عشان ما يرجعكش برضه. ورقم 10 يا صديقي واخر حاجه معانا، بتاخد معاك حافظه على شكل ظرف اللي هي الحافظه البلاستيك دي، وبتاخد معاك حافظه ورق اللي هو الورق الشفاف ده اللي انت بتدخلها فيها بالطول، وبتاخد معاك قلم لو احتاج تكتب اي حاجه، لانهم بيجمعوا كل الحاجات دي وبيحطوها في الحافظات دي. لو انت يا صديقي جبت ال10 حاجات دول وبالزياده زي ما انا قلت، صدقني مفيش حد هيرجعك، هو عايز 3 نسخ وانت عامل حسابك في نسختين، فانت كنت مصور بزياده والله لو طلب 4 هتديله، مش هترجع ابدا. لكن احسن من انك تبقى اخد الحد الادنى اللي هو 2، تروح هناك تتفاجئ انهم عايزين 3، فتلاقي نفسك محتاج تروح تصور فترجع تقف في الطابور تاني، فلا اسمع بالله عليك من اخوك الكبير، انا مجرب وعارف
وبنصحك لوجه الله. بالنسبه بقى طارق للمواعيد بتاعه التقديم، هقدم الاوراق بتاعتي امتى؟ مفيش واحد على وجه الارض يعرف يا صديقي، ولا حتى الكليه نفسها، لان الموضوع ببساطه بيبقى عن طريق ان الوزاره بتبعت الكشوف بتاعه الطلاب المقبوله في الكليات لكل كليه. والله ممكن النهارده يبعتوا لدمياط، بكره لكفر الشيخ، بعد اسبوع لعين شمس، فممكن تلاقي جامعه بدات وجامعه ما بداتش، ممكن جامعه تلاقي فيها كليه اداب مثلا بدات وكليه تجاره لسه ما بداتش، فمالهاش علاقه يا صديقي ان الكليه دي بدات يبقى احنا متاخرين. انا مش عارف ايه، لا ممكن تكون الكليه بتاعتك لسه ما بداتش عادي جدا. فانت بتتابع موقع الجامعه او موقع الكليه بتاعتك، او بتسال الطلاب الاكبر منك، او بتجيب رقم حد من الشؤون، عشان اول ما بيجي الكشوف بتاعتكم بتلاقي الجامعه من نفسها منزله على الصفحه بتاعتها يلا يا جماعه تعالوا قدموا، او الكليه، او بتلاقي موظف الشؤون بيقول لك الكشوف وصلت تعالوا قدموا. وخلي بالك هي مش بتقعد يوم ولا اتنين، ده بتقعد اسابيع يا صديقي، فما تخافش وما تقلقش. بس بالله عليك لو قدرت تخلص ورقك بدري بدري يكون احسن، لان كل ما هتستنى العدد هيكبر. ده غير ان لسه مرحله ثالثه هتفتح، فهتلاقي بتوع مرحله اولى وثانيه لسه ما خلصوش وبيجي عليهم مرحله ثالثه، فبتلاقي الاعداد بتزيد. وبالنسبه لطلاب المرحله الثالثه الموضوع بيتاخر معاكم شويه، يعني ما تخافش لو لقيت الدراسه بدات وانت لسه رايح تقدم. المرحله الثالثه ايامي كانوا بيقدموا لغايه ثاني اسبوع من بدايه الدراسه، فما تقلقش، اللي هيقدم الاول مش هياخد حلاوه، انت ممكن تبقى اخر واحد مقدم في الكليه وهتتقبل برده عادي خلاص. المهم انك تروح في الوقت اللي هم سامحين فيه، والمهم برده انك تكون عامل لي لايك وسبسكرايب، عشان لو عايزني اعمل فيديو عن الكشف الطبي انزل لي دلوقتي في التعليقات اكتب لي يا طارق انا عايز فيديو عن الكشف الطبي، هعمل لك فيديو عن يعني ايه كشف طبي والاوراق المطلوبه فيه من عناية الاثنين يا صديقي. فالمهم انك تكون دعمتني باللايك والسبسكرايب وفعلت زرار الجرس عشان يجي لك اي اشعار لاي حلقه نعملها، وتقدر تدعمنا عن طريق رقم فودافون كاش الموجود تحت، او تدعمني بكلمه طيبه تكتبها لي في التعليقات. اتمنى صديقي تكون الدنيا كده بسيطه وتكون سهله وتكون عارف راسك من رجليك وكل الاوراق المطلوبه منك وزياده، واتمنى تكون الحلقه لطيفه وخفيفه وتكونوا حبيتوها واستفدتوا منها. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.